المهرجان هيبقى على مسرح النافورة ومسرح الصغير، هيتبقى عليه فعاليات المؤتمر الصحفي أو المؤتمر العلمي. عندنا مسرح الجمهورية هيبقى عليه حفلات، مسرح الموسيقى العربية هيبقى عليه حفلات، دار أوبرا اسكندرية عليه حفلات، دار أوبرا دمنهور عليه حفلات. وأنا بصراحة السنة دي قلت لازم اسكندرية ولازم دمنهور، لأن يعني السنة فاتت احنا ما عملناش على مسرح اسكندرية على أوبرا اسكندرية، لأن ظننا أن الجمهور هيبقى أكتر، لكن الجمهور طلع بيحب مسرح أوبرا اسكندرية، ودي معلومة مهمة جدا لازم أقولها. السنة اللي فاتت احنا أنا كنت أول واحد مؤيد إن احنا نعمل في المكتبة، والمكتبة قدموا لنا خدمات وكل حاجة كويسة، بس الجمهور عاتبني قال لي احنا بنحب مسرح أوبرا اسكندرية فلازم تعملوا الحفلات في مسرح اسكندرية. فاحنا السنة دي أصرينا إن نعمل الحفلات في اسكندرية، ولما حضرتكم هتطلعوا على البرنامج هتلاقوا إن معظم النجوم اللي موجودة في القاهرة هتبقى موجودة برضك في اسكندرية. احنا بنجتمع وكل الأساتذة اللي موجودين في اللجنة التحضيرية فاهمين بيعملوا إيه، وكلما زادوا خبرة كلما نجحت المهرجانات. ده في أسامي لو أنت ما جبتهاش تحس إن المهرجان ناقصه حاجة، ده ما تجيبيش الفنان الكبير هاني شاكر ما ينفعش، ولا مدحت صالح ما ينفعش، ولا محمد الحلو ما ينفعش، ولا علي الحجار ما ينفعش، نادية مصطفى ما ينفعش، مين هسيب مين؟ دول القوى الناعمة بتاعتي في مصر. أنا لو لقيت أصوات أكتر هجيب أكتر، ومبسوطة جدا إن هم من بداية المهرجان هم موجودين، ربنا يديهم الصحة والعمر، دول اللي حافظوا على إن المهرجان يكون موجود وقت ما كانش فيه تواجد عربي. النهاردة بقى فيه مطربين عرب وفرق عربية، بشكر كل اللي موجودين.